لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال فصل، وهذا الفصل في أحكام التخلي وأحكام دخول الخلاء. قال: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وهو داخل إلى الخلاء إلى مكان قضاء الحاجة، يدخل برجله الشمال، يقدم رجله اليسرى. قال: لأنها لما خبث، الشمال دائما بتقدم لما خبث. ومفهوم أو دليل هذه السنة مفهوم دخول المسجد، الإنسان بيدخل المسجد برجله ليه؟ اليمنى. يبقى مفهومه أن المكان الطاهر يقدم فيه ليه؟ اليمنى، اليمين، وما فيه نجاسة أو أذى يقدم فيه ليه؟ الشمال. فأول سنة: يسن لداخل تقديم اليسرى. السنة الثانية: الدعاء، قوله وقوله بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، دي صحيحة ودي صحيحة. لحديث علي مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وعن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى ده الدعاء الأولاني، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، لا يطلع الجن على عورتك. لو قال الإنسان بسم الله يبقى هو هيقول بسم الله وهو بره، هيقول هذا الدعاء وهو بره، ما يدخلش المكان الحمام وبعد كده إيه يقول الدعاء ويذكر اسم الله في هذا المكان. الحمامات بتاعتنا لو ما فيهاش نجاسة، لو الإنسان شدد السيفون والمكان نظيف، ممكن هو داخل، حتى لو دخل وهو بيقول لا حرج. فالأول هيقول بسم الله، وهذا الدعاء بسم الله بيستر عورة الإنسان عن أن يراها الجن. الثاني، الدعاء الثاني: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل في معنى الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، خبث الشر والخبائث الشياطين، وقيل الخبث الكفر والخبائث الشياطين، وقيل الخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم. يعني كأن الإنسان بيتعوذ بالله عز وجل من الشر ومن الكفر ومن الشياطين من ذكورهم وإناثهم. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. السنة الثالثة: إذا خرج من الخلاء قدم اليمنى، لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. السنة الرابعة: الدعاء بعد الخروج، وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ودول حديثين: الأول حديث عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، وهذا حديث صحيح. أما الحديث الثاني، حديث أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا ضعيف. فالصحيح إن الإنسان وهو خارج يقول: غفرانك فقط. الحديث الثاني ضعيف. ده المستحب. قال: ويكره في حال التخلي. المكروهات بقى احنا اتكلمنا على المستحبات، أربع مستحبات. الأول: يقدم رجله اليسرى دخولا ويقول الدعاء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، وهو طالع يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك. دي المستحبات. المكروهات: يكره في حال التخلي
استقبال الشمس والقمر تكريما لهما. قالوا لا تستقبل الشمس والقمر تكريما لهما. وقيل في تعليل ذلك لما فيهما من نور الله، وكل هذا لا يصح. مسألة تكريم الشمس والقمر ليس عندنا في الشرع تكريم الشمس والقمر، مسألة أنهما فيهما من نور الله لهذا يحتاج إلى دليل. وإيه المعنى، إيه المعنى في ذلك؟ فهذا ليس عليه دليل، ما فيش دليل أن الإنسان حال التبول أو التغوط أن هو لا يستقبل الشمس والقمر كتكريم للشمس ولا للقمر. الحالة اللي يجوز فيها مثل هذا أو نقول يكره استقبال الشمس والقمر إذا كان ذلك سببا لكشف العورة، إن ممكن يستقبل الشمس فمن شدة الضوء ممكن إيه لو حد بعيد يرى عورته، ودي اللي في الحالة دي تكون لكشف العورة أو لخشية كشف العورة وليس لإيه لتكريم الشمس والقمر. ولذلك المكروه الأول هذا إيه غير صحيح. أو من عظمهمش، ليس لهم تعظيم معين في الشرع. الحاجة التانية يكره استقبال مهب الريح، أن يكون وش الإنسان في اتجاه الإيه عكس اتجاه الريح، أن الريح جاية عليه جاية على وجهه، لئلا ترد البول عنه أو لئلا ترد البول عليه فينجسه، أن لا يستقبل مهب الريح، باش الريح جاية كده وانت يبقى وشك لها حال تبول، ففي الحالة دي ممكن يرتد على الإنسان البول مرة أخرى ينجس ثوبه أو بدنه. أيضا ويكره الكلام، نص عليه مين اللي نص عليه؟ مين اللي نص عليه؟ الإمام أحمد. مش احنا قلنا نص عليه يعني الإمام أحمد؟ درس الأولاني في الدرس الأولاني خالص في اللي خدناه ده ما فيش صفحة تعدي إلا وهنحتاجها. لقول ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. والبول في إناء بلا حاجة، الإنسان يبول في إناء بلا حاجة، نص عليه. فإن كانت هناك حاجة لذلك لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة، وحديث أميمة اللي هو: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. الحاجة زي إيه؟ يكون المكان مفهوش حمام أو الحمام بعيد، أو إن الإنسان ممكن يكون مثلا عنده، ربنا يعافيكم ويعافي المسلمين، عنده السكر أو بعض هذه الأمراض التي يعني توقظه بالليل، فلا بد ان يكون تبول بسرعه يعني. فمثل اذا وجدت مثل هذه الحاجه يبقى ايه لا يكره. هم قالوا يكره ليه؟ قالوا لانه هو حيقذر الاناء، وممكن يلتبس هذا الاناء بغيره، يعني ممكن الانسان ما يعتقدش ان ده بول فياخده مثلا يستعمله ولا يتوضا بيه ولا حاجه، ممكن ما ياخدش باله يلتبس، ممكن يفكره ميه عاديه. ويكره ايضا البول في الشق، لانها مساكن الجن. الشق اللي هو حفره، فتحه سواء في الارض في حائط او غيره، فتحه حفره. لحديث قتاده عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ ليه في نهي ان احنا نبول في الجحر؟ قال: يقال انها مساكن الجن. وايضا ان هذه الجحور ممكن تكون مأوى او بيوت الاشياء المؤذية زي العقارب، الحيات، الثعابين، ممكن يكون دي مساكن هذه الاشياء، فلو بال الانسان فيها قد يخرج شيء من هذه الأشياء إذا كان موجود فيكون سببا في ضرره وأذيته. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا،
لكن هذا لا يصح، مسألة أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام رغم أنه هو مشهور لكن غير صحيح، هذا من ناحية السند غير صحيح. فالصحيح أنه وإن كان برضو الحديث اللي هو اللي فات برضو ضعيف، فالتعليل في كراهة البول في الشق هو خوف الأذى من هوام الأرض، هوام الأرض زي الحية والتعبان والعقرب وغيره. ويكره أيضا البول في النار لأنه يورث السقم، أن يورث المرض. الأول يعني قبل ما نكمل، في بالنسبة للكراهة، كراهة البول في الإناء، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول منقع. وفي رواية: لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول، بل إنسان ينتبه إلى مثل هذا. قال: ويكره البول في النار لأنه يورث السقم المرض. وذكر في الرعاية ورماد، يكره البول على الرماد أو على النار أو في النار. قالوا لي: قالوا خشية تطاير الرماد عليه فيؤذيه، النار ممكن إيه مع البول يرتد عليه شيء من هذا الرماد أو من هذه النار فتؤذيه. وقالوا أيضا: لأنه خلاف الأدب وليس من فعل العقلاء وذوي المروءة. البول في النار أو الرماد ليس من فعل العقلاء ولا ذوي المروءة، وهو ليس أيضا من الأدب. دي المكروهات ستة، واحدة منهم غير صحيحة اللي هي استقبال الشمس والقمر، التانية مهب الريح، تالتة الكلام، البول في إناء، البول في الشق، البول في النار والرماد. ولا يكره البول قائما، البول قائم إنه إنسان واقف مباح جائز لو بال، وإن كان الأغلب أغلب هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول جالسا، لكن إذا بال الإنسان واقفا جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك في قول حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، سباطة يعني المزبلة، فبال قائما، شافوا هو بيبول قائما. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، المأبض هو باطن الركبة، باطن الركبة، الركبة من إيه؟ من تحت، من هنا. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم، وده بشرط أو بشرطين: الأول ضمان عدم تطاير رزاز البول على الإنسان، والثاني أمن انكشاف العورة. ولذلك المباول العامة اللي بتكون زي في محطات السكة الحديد وغيرها لابد الإنسان ياخد باله من هذه الجزئية الأولى، تطاير البول، ارتداد رزاز البول عليه، ان هذه الاشياء مصنوعه من مواد صلبه، الصين اللي مصنوع منه صلب، فمع اندفاع البول ممكن يرتد، مع شده اندفاع البول ممكن يرتد الى الانسان مره اخرى، فينتبه الانسان لمثل هذا، ياخذ باله المباول العامه دي. فهو البول قائما، ولذلك العلماء بيقولوا ان هو يرتاد لبوله مكانا لينا، مجي يبول واقفا او واقفا يبقى يختار مكان لين بحيث ان البول ما يرتدش عليه مرة اخرى. حاجة تانية: امن انكشاف العورة، يأمن الا تنكشف عورته. فالعلماء حملوا النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول قائما على التأديب، يعني على الافضلية، الافضل ان هو يبول الانسان جالسا، أما لو بال وقفا فهو جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وفعل النبي أي أنه بال قائما لبيان الجواز، لأن لو فضل النهي فقط كان الذي يبول قائما يحرم عليه يأثم، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام دل على إن هذا النهي للتأديب. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
ورواية ابن مسعود ديت رويت أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه. وهنا إيه؟ هذا محمول على الإيه؟ على التأديب، إن الأفضل أن يبول جالسا. بعد كده انتقل الشيخ للكلام على ما يحرم عند البول أو الغائط. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. في الصحراء يعني مكان مكشوف، بلا حائل يعني بلا شيء يستره، يبقى دل على ذلك أنه لو كان في بنيان الصحراء يحرم أن الإنسان يحرم أن الإنسان يبول أو يتغوط في الصحراء مستقبل القبلة أو مستدبره. طب لو كان في بنيان لا يحرم، زي البنيان بتاعنا، الحمامات بتاعتنا دي، هذه لا يحرم البول أو التغوط في اتجاه القبلة أو ضده، وإن كان الأفضل أن ينحرف الإنسان بجسمه. يعني لو القعدة مبنية في اتجاه القبلة أو ضد اتجاه القبلة، الأفضل أنه ينحرف بجسمه قليلا، ده الأفضل حتى وإن كان في البنيان يعني لا يحرم. لقول أبي أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. ويكفي إرخاء ذيله، يعني لو كان في صحراء مش في بنيان لابد أن يكون بينه وبين القبلة حائل، هذا الحائل يكفي حتى أنه يرخي ذيله خلفه، يعني الأفطان بتاعه خليه وراه كساتر أو كحائل. لقول مروان الأصغر: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ نهي أن أنت تبول وأنت مستقبل القبلة. قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فلو في حاجز أو حائل موجود قدام الإنسان لا بأس في ذلك. المحرم الثاني: أن يبول أو يتغوط، التغوط هو الإيه؟ البراز، يتبرز يعني، أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك أو ظل نافع. يبول أو يتغوط في مكان في طريق الناس بتمشي فيه، أو مكان الناس بتستظل به زي شجرة مثلا أو تندة، أو مكان معمول بحيث الناس في حالة المطر أو في حالة الحر تستظل به، فيحرم الإنسان يبول في هذا المكان لأنه بيفسد على الناس الطريق ويفسد على الناس مكان الظل. وكذلك مورد الماء، يحرم برضو البول أو التغوط في مورد الماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن الثلاث يعني ثلاث أمور بيعملهم الإنسان تسبب أن يلعنه الناس وأن يدعو عليه الناس: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وكذا العلماء ألحقوا بذلك متحدث الناس، المكان اللي الناس بتتكلم فيه، مجلس مكان معين بيجلسوا فيه يتحدثوا فيه، إلا إذا كان هذا المكان للاجتماع المحرم بيغتابهم بينمهم أو مكان لوجود معاصي، فده إيه؟ مش محرم يعني، عشان إيه؟ يبعدهم عن المعاصي. ويحرم أيضا البول أو التغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصد، لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها. تحت شجرة مثمرة لها ثمر، لأن الثمرة لو وقعت تتنجس الثمرة والنفس تعفها، يعني مش ممكن واحد يأكل ثمرة فيها يعني مثل هذا إذا تنجست أو وقع عليها أو جاء عليها من البول أو الغائط. وأيضا من المحرمات وبين قبور المسلمين، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق.
نشوف كما ان الانسان يعني الامر منكر ازاي ان هو يبول في وسط السوق او بين قبور المسلمين، امر منكر برضه بهذه الصوره. وان يلبث فوق حاجته، المحرم الاخير ان يلبث فوق حاجته، يقعد يطول في الحمام في قضاء الحاجه، يطول بلا حاجه، يطول بلا حاجه. ممكن الانسان يطول وعنده امساك او عنده اسهال، فده حاجه ما يحرمش ولا حاجه. قال في الكافي: ولا تكره الاطاله اكثر من الحاجه، لانه يقال قال في الكافي: وتكره الاطاله اكثر من الحاجه، لانه يقال ان ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهو كشف للعوره بلا حاجه. يعني شيخ ذكر هنا ان يلبث فوق حاجته ده محرم، فالشارح بيقول بيذكر رواية تانية انه يكره، وده الارجح انه يكره فقط المكوث، انه يمكث الانسان فوق حاجته مدة اطول من مدة قضاء الحاجة. عللوا في ذلك ان ذلك يدمي الكبد، يؤثر على كبد الانسان ويتولد منه الباسور. هذه دي مسألة تحتاج الى اثبات طبي، ان مكوث الانسان هو يطول في قضاء الحاجه مساله انها تؤثر على الكبد او تؤثر على ان الانسان تكون سبب في الباسور، فديت تحتاج الى اثبات طبي. لو ثبت طبيا يبقى ينهى عن ذلك لوجود الضرر. لكن ينهى عن الانسان يلبث فوق حاجته في البول او التغوط، لان ذلك كشف للعوره بلا حاجه، عورته بتظل مكشوفه فتره طويله. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: اياكم والتعري، فان معكم من لا يفارقكم، يقصد الملائكه يعني او الحفظه الكرام الكاتبون، الا عند الغائط وحين يفضى الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم. لكن هذا الحديث ضعيف، وأولى منه الحديث الصحيح: الرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. يعني حتى الإنسان لو كان لوحده، حتى لو كان مثلا في الحمام، لا يطيل في كشف عورته، لأن الله عز وجل أحق أن يستحيا منه. يتبقى أيضا النهي عن البول في الماء الراكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل فيه. وحديث جابر نهى أن يبال في الماء الراكد. أيضا يحرم بالاتفاق البول والتغوط في المسجد، في المسجد يعني في صحن المسجد اللي هو ده، مش في حمام المسجد يعني، لأن هو زمان ما كانش فيه حمامات ملحقة بالمساجد أصلا، الحمامات كانت بعيدة جدا، أو مكان قضاء الحاجة كان بعيد جدا عن المسجد. مسألة دخول الحاق الحمامات والميضاء بالمسجد دي مسألة حديثة. فلو بال الإنسان في المسجد نفسه، في المكان الذي يصلى فيه، المكان الذي يصلى فيه، فيحرم هذا. يبقى احنا هنزود حاجتين فوق اللي ذكرهم الشيخ. بعد ذلك بيتكلم الشيخ على السواك، وجاء السواك بعد الاستنجاء، وبعد باب الاستنجاء وأداب التخلي جه باب السواك. قالوا: لماذا أتبعوا السواك بالاستنجاء؟ قالوا: لأن غالبا ما يعقب الاستنجاء الوضوء. في الأغلب الإنسان بعد ما يستنجي بإيه؟ بيتوضأ، إما مباشرة يعني يتوضأ بعد الاستنجاء مباشرة، أو عند حلول الصلاة. والسواك من سنن الوضوء، فلذلك جاء به في هذا الموضع. الحاجة الثانية أن كل منهما يشتمل على الإزالة، فالاستنجاء إزالة النجاسة، والسواك إزالة ما علق بالفم وتنظيفه. السواك له فوائد عظيمة جدا، فوائد كبيرة جدا، ذكر بعضها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في زاد المعاد: وفي السواك عدة منافع: يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر يعني يقوي النظر، ويذهب بالحفر هي موجودة داخل الفم، ويصح المعدة، بيحسن المعدة. السواك فيه مواد تساعد على الهضم وتحسين أداء المعدة.
ويصفي الصوت، خلي صوت الإنسان صافي قوي، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بيبدأ قبل صلاة الليل بإيه؟ استعمال السواك، ويطرد النوم ويرضي الرب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. لهذا من فوائد السواك، من فوائد السواك. عود الأرك اللي هو المقصود أصلا بالسواك، اللي هو عود الأرك، السواك من عود الأرك، من شجرة اسمها شجرة الأرك، هو ده المقصود الأصلي بالإيه؟ بالسواك. عود الأرك ده فيه 16 مادة، كل مادة لها فائدة مختلفة عن التانية. يعني تقول كل ما في يقينا في السواك 16 فائدة صحية غير الفوائد الشرعية. كل مادة لها فائدة، المادة اللي خاصة بالصوت، اللي بالفم، بالمعدة، وهكذا. وهو برأى المقصود لو بالسواك عود الأرك ده الأصل، إذا لم يستطع الإنسان فبأي عود رطب لا تفتت. ويقوم مقامه أيضا الفرشة، الفرشة والمعجون أيضا من هذا. وإن كان السواك اللي هو عود الأرك ما فيش أفضل منه، إن هو ده السنة، وده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيستعمله، وده اللي مش ممكن تجد في أي معجون سنان. حتى لما جم هم عملوا معجون المسواك ما قدروش يجيبوا المواد كلها اللي موجودة في السواك. فيش أبدا معجون فيه كل الفوائد دي. يعني كل معجون تلاقي معجون ده مثلا خاص بتبييض الأسنان، خاصة مش عارف بحماية اللثة، بمنع التسوس. كل معجون ليه فايدتين ثلاثة، أما السواك فعلى الأقل ليه 16 فايدة صحية، قلنا غير الفوائد الشرعية. الكلام في السواك بيندرج في ثلاث أمور هنقولهم برضو كده في بمخطط كده سريع. السواك قلنا المقصود بالسواك أصلا اللي هو عود الإيه؟ الأراك، أو ما يحدث به الإنقاء عموما، ما يحدث به الإنقاء، تنظيف الفم. يعني السواك يقسم العلماء الكلام فيه إلى ثلاثة أمور. الأول مستحب، ثاني متأكد الاستحباب، الثالث مكروه. بعندنا مستحب، متأكد الاستحباب يعني سنة مؤكدة تأكيد، الثالث المكروه. قالوا ايه المستحب؟ قال يستحب السواك في كل وقت، يستحب في كل وقت، في اي وقت يستحب للرجال والنساء. يعني يستحب السواك في اي وقت في كل وقت للرجال والنساء، الا في موضع واحد، قالوا هنا الا في موضع واحد يكره، اللي هو للصائم بعد الزوال. قالوا يكره ان الانسان يستعمل السواك وهو صائم بعد الزوال. بعد زوال يعني بعد زوال الشمس عن كبد الإسلام، يعني عند دخول وقت الايه؟ الظهر. يبقى من اول وقت الظهر قالوا يكره للصائم هذا. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يكره بل يستحب. لا ما يكرهش ولا حاجة، ده هو إيه؟
يستحب. ليه قالوا كده يستحب؟ قالوا لأن ما فيش دليل. حاجة تانية إن هو جاءت الأحاديث بتتكلم عن استحباب السواك بدون ذكر إن هو في بعد الزوال أو غير بعد الزوال في الصائم يكره، وبالتالي فنقدر نقول إن الجزئية دي مكروه، لا على الرواية التانية للإمام أحمد، وده الراجح إن هي إيه مستحبة. فنقدر نقول يستحب في كل وقت للرجال والنساء للصائم وإيه ولغير الصائم، يعني على الرواية التانية نقدر نحط هنا ايه للصائم ولغير الايه ولغير الصائم. واضح؟ طيب، متأكد الاستحباب، يتأكد استحباب السواك امتى؟ عند الوضوء. الثانية عند الصلاة. الثالثة عند الانتباه من النوم. عند الانتباه من النوم يعني أول ما يصحى من النوم، أول ما يصحى من النوم. رابع حاجة عند تغير رائحة الفم. إذا وجد الإنسان إن رائحة فمه تغيرت لأي سبب من الأسباب، يبقى إيه؟ يتأكد استحباب استعمال السواك لإزالة هذه الرائحة. الخامسة والسادسة، وأحيانا بعض بيجعلهم في البعض بيجعلهم واحد، عند دخول المسجد والمنزل. عند دخول المسجد وعند دخول المنزل، أول الإنسان ما يخش بيته يستعمل السواك. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سيد عائشة لما سئلت أول شيء كان يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قالت السواك، فقالوا أنه هو يطيب الفم بحيث أن الإنسان ممكن خارج المنزل خلال العمل والشغل والكلام وغيره ممكن راحة الفم تتغير، فلا يتأذى أهل بيته إذا دخل عليهم. السابع والثامن، أو أحيانا البعض بيجعلها واحدة، إطالة سكوت وصفرة أسنان. يعني يتأكد الاستحباب الإنسان يسكت فترة طويلة، السكوت ده بيغير رائحة الفم. وعند اصفرار سكوت، إطالة سكوت يعني يسكت فترة طويلة، يسكت فترة طويلة، السكوت ده بيغير رائحة الفم. أو عند صفرة الأسنان. التاسع عند قراءة القرآن، لما يجي الإنسان يقرأ القرآن يستعمل السواك قبل القراءة. يبقى كأن في النهاية على رواية ثانية الإمام أحمد إن هو الكلام في السواك كان دارك تحت أمر فقط مش ثلاثة، صح؟ الاستحباب وتأكيد الإيه؟ الاستحباب. أما الكراهة فلو ذكرها الشيخ، ودي المذهب إن هو للصائم بعد الزوال يكره استعمال السواك على رواية ثانية للإمام أحمد، وده الراجح أنه لا يكره، وإنما يستحب استعمال السواك للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال، قبل الظهر وبعد الظهر على السواء. كمل بقى المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.